النسخة التامنة السنة دي. احنا كل سنة بيكون في محافظة النسخة التامنة، يعني احدث حاجة موجودة في مستقبل مصر العاصمة الجديدة. الماراثون برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد. الماراثون تخطى 20,000 مشارك. الشبورة يمكن خلتنا نأجل علشان الطرق، في يمكن عدد تاني ما قدرش يجي، احنا ما نقدرش نأجل اكتر من عشان المتسابقين والتدافعات، لكن احنا يعني أجلنا 10، لكن العدد المسجل اكتر من 30,000. بنشوف الأسرة كلها موجودة، الأب الابن الجد. السنة دي الأول مرة قصار القامة، يعني الأقزام، لكن احنا بنقول قصار القامة، قادرون باختلاف. أنا أشكركم الشكر من شعب الإمارات، ونشكر الشعب المصري، وإحنا شراكة مع وزارة الشباب والرياضة مع معالي الوزير، والتطوير اللي كل سنة يتطور هذا هو الفضل لله والفضل لمعالي الوزير، أن إحنا كل سنة نروح في محافظة جديدة. وأنا سعيد أن سجلنا فوق 30,000 متسابق اليوم، وكل الشكر للشعب المصري ولكم. احنا بشرفنا النهاردة ان احنا بنشارك في ماراثون زايد، وده بيحقق مفهوم الرياضة، وازاي الرياضة مهمة جدا، وفي ازاي الرياضة بتشتغل في دعم المجتمع المدني. المهرجان اللي احنا شايفينه النهاردة هو مهرجان تشاركي بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. بنرحب بضيوفنا في الامارات اللي هم عاملين دعم كبير جدا للماراثون، ماراثون الشيخ زايد دايما، واسم الشيخ زايد دايما مذكور في مصر بالخير، ومصر الخير دايما في ظهر وزارة الشباب. فكرة سباق زايد ان هو بيبقى سباق خيري، فالناس بتجري، بس في نفس الوقت كل سنة بيبقى فيه هدف خيري. التذاكر اللي هم بيدفعوها عشان الاشتراك كلها بتروح تبرع للشركاء الخيريين. فاحنا السنة دي النسخة التامنة دي لصالح مؤسسة مصر الخير ومستشفى الناس وبعض المستشفيات الحكومية. يعني هو الماراثون ده نسخته التامنة ان شاء الله من العاصمة الإدارية، يعني المفروض هيبدأ سباق الساعة 9 يعني ان شاء الله بالظبط. عندنا 10 كيلو وفي 5 كيلو وفي سباق لذوي الهمم. السباق يعني كنا عامة بنعمله كل سنة، بنعمله في محافظات، روحنا السويس، روحنا اسكندرية، فقلنا السنة دي يعني لازم يتعمل في العاصمة الإدارية، يعني بالتعاون طبعا مع وزارة الشباب والرياضة وأسس الزايد الخيرية. صراحة تجربة جميلة، والتنظيمات هنا والمباني وكل حاجة جميلة ومتنظمة وتصميمات عالية، وشايف مستقبل وشايف أماكن جميلة. شجعني أنه أنا أشارك، لأنه أولا باسم شيخنا أبونا زايد، ولأنه سباق للخير وللناس المحتاجة، فسعيدة جدا أن أنا بشارك في سباق زايد للخير. المشاركة دي تشجعتني في حاجات كتير جدا، نشر روح التعاون، المنافسة، الحاجات الإيجابية كلها، طبعا برضو حاجة للترفيه عن النفس وكده. طبعا في عاصمة إدارية مكان حلو جدا، لازم نيجي ماراثون زي ده عشان نوري للناس كلها اللي احنا قادرين ان احنا نشارك في اي ماراثون، حتى على مثلا مع الاسوياء او مع الناس اللي زينا احنا برضو. فاحنا الحمد لله قادرين نشارك في اي برضك اي ماراثون زي كده الحمد لله. ممكن نجري 10 و20 كيلو برضو. اول مره اشارك المره دي، بس انا سمعت عليه من السنه اللي فاتت وكان نفسي اشارك، بس كان في ظروف وكده، كان في اسكندريه وكان الجو صعب. والمره دي طبعا قلت ايه لازم اشارك، يعني الواحد حاسس بفرحه وتغيير ومشاركه مجتمعيه طبعا، فحاجه جديده يعني كويسه.